ندرة الغاز المنزلي وجه آخر لمعاناة تعز. الطوابير أمام محلات بيع الغاز مهمة يومية محفوفة بالتعب والمعاناة وفقدان الأمل. هذا هو حال معظم الذين التقتهم بلقيس وهم في رحلة البحث عن اسطوانة غاز تبدو بعيدة المنال وبأسعار لا تقوى عليها الميزانية المتعبة لمعظم الناس. نطالب الحكومة الشرعية بتوفير الغاز للمواطنين بحيث لا يتواجد أي غاز، ونحن ننتظر الآن من الصباح لا يتوفر أي شيء. 2500 ريال هو السعر الرسمي لاسطوانة الغاز، لكن المواطنين هنا يضطرون لدفع 5000 ريال وأكثر للإسطوانة الواحدة، محصلة ثقيلة ومرة لسلسلة من الأعمال غير النزيهة التي تكتنف عمليات توزيع الغاز في هذه المحافظة المحاصرة. بالنسبة لأزمة الغاز هذه أو يعني عرسنا وكل وزارة النفط يعني المخلافي قال على تسعيرها 2500 ريال، الآن أصحاب الوكالات يجيبوا الغاز وخبونه بالمخازن وسببوا طوابير كبيرة جدا مما اضطر الناس إنه إيش يرجع يشتري بأسعار يعني زيادة على السعر المعلوم، أو إنه يقدر يروح البيت يروح يشتري المحطات اللتر ب 250 ريال. إجراءات عديدة تم اتخاذها لضبط أسعار الغاز وإلزام الموزعين بالأسعار الرسمية وضمان توزيع هذه المادة الحيوية بانتظام، إلا أن أصحاب المحطات يجدون أكثر من طريقة للتنصل من هذه الالتزامات. ألقت أقسام الشرطة بثقلها على هذا الصعيد ووزعت تعميمات للمواطنين بالإبلاغ عن المخالفين من أصحاب هذه المحطات، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. وعم موسى 2500، إلا أن أصحاب الغاز باعوا يوم واحد هذا السعر ولم يتجاوبوا من بعد ورفعوا السعر 5000 من جديد. وبحسب أحد أصحاب وكالات بيع الغاز فإن إحدى المحطات الواقعة إلى الجنوب من مدينة تعز على الخط المتجه إلى عدن تتقاعس عمدا عن توزيع الحصة المقررة لها من شركة صافر والبالغة 8 قاطرات. وبحسب المصدر فإن إجمالي ما يصل إلى المحطة لا يتعدى 2 قاطرة فقط، والباقي يتم توزيعه خارج المحافظة بأسعار غير رسمية تتجاوز 5000 ريال. يقول كذا نحن تعذبنا كثير، يكفي عذاب لتعز، يكفي ينبو غاز، قالوا في غاز ما فيش كذا، قد احنا احسن. لم تعد تعز تحتمل معاناة اكثر من التي تعيشها اليوم، الأمر الذي يستدعي تدخلاً استثنائياً لوقف النزيف المعيشي الذي تتسبب به هذه الارتفاعات المجنونة في أسعار سلع لا يستطيع المواطنون الاستغناء عنها أو العيش بدونها.